مساء الخير، انا بنو ابراهيم استشاري عقاري من شركه 3 دي سبيس. النهارده الحقيقه جاي اكلم حضراتكم عن مطور ليه سابت اعمال كبيره جدا ومحترمه. المطور ده هو الكازار. الكازار الحقيقه كشركه بيمتلكها نادر خزام. نادر خزام من اقدم الناس اللي موجوده في سوق تكمين العقار، بمعنى اصح مكتبه موجود من الستينات. الحقيقه الشركه ابتدت في مجال العقارات كشركه مقاولات عاديه خالص في بدايه الثمانينات، طبعا قبل وجود فكر الكومباوند بشكل عام. ومن 2019 بدا يتاسس كيان الكازار. الكازار الحقيقه بدات تاخد قطع اراضي محترمه جدا واللوكيشنز بتاعتها محترمه قوي. على سبيل المثال اول قطعه ارض ليهم هو مشروع جوه اليوبلس، ده موجود على شارع النزهه الرئيسي في مصر الجديده. بعد كده كان في ارض تانية موجوده في التجمع الخامس، وحاليا ثالث مشروع ليهم دلوقتي استلامه هيكون خلال سنه وهو استودا. استودا موجود الحقيقه في طريق من اهم الطرق اللي موجوده على طريق السويس، رابط ما بين شارع الصعقه في منطقه شيراتون ورا نادي وادي دجله مباشره. الحقيقه الكومباوند فيه فرايتي كتيره في المساحات وهو قايم على 113 فدان. احنا حاليا دلوقتي في مرحله اللونش او الاي او ايز، بمعنى صح ان هيكون في حجز والحجز ده مسترد بالكامل. لو حضرتك محتاج تعرف اي معلومات اكتر تقدر تتواصل معانا على الارقام اللي موجوده على الشاشه.